اللي عندي كرة في الجهة اليسرى، الخيبر يلعبها عرضية ممتازة. الله، هذه كرة ترجع ثاني مرة وصلت الهدف. وجول! الله! في النصر على ملعب الأمير فيصل بن فهد. إذا من الجولة الثانية يبدأ الحضور في المباريات على ملعب الأمير فيصل بن فهد، والكرة أولى في الشباك، الهدف الأول، هدف أول لغالب، هدف أول للنصر. جمهور الشمس تضج بهم المدرجات الآن في انتظار احتفال. السهلاوي يتقدم، جول! أول اشتراك رسمي مع النصر في هذا الموسم. كرة ملعوبة عرضية إلى منطقة الجزاء، إلى راسية، القحطاني، هذه مرتدة الآن عند القحطاني في الجهة اليسار، يلعب كرة عرضية ممتازة. الله! إلى صالح النصر من مرة ثانية، ملعوبة عرضية، هذه خطيرة، الخالدي. الله! الأخيرة مع المنتخب السعودي، فعلى باللحظة الأخيرة وسجل هدف الفوز. القحطاني عبد الرحمن يغير اتجاه اللعب بشكل سليم، سليم لابرناوي، تسديد. الله! يمر كرة ممتازة، سعد الحارثي مع ثلاثة لاعبين، والكرة مقطوعة تصل في قروة، في قروة في الدقيقة 14 من عبد الرحمن القحطاني باتجاه المرمى مباشرة، هدف ثاني. هدف القادسية، هو لاعب الاتفاق السابق. هنا محمد السهلاوي لاعب القادسية السابق، يسجل في مرمى القادسية، يسجل هدف ثالث. قدم الرائد بهدف مقابل لا شيء، محاولات نصراوية، أحداث في المباراة، كرة عالية لخدمة غزة، تخلص من الدفاع، والكرة للنصر، هدف التعادل. عند خالد الزالع، الزالع بتمريرة إلى أحمد الدوخي، الدوخي العرضية إلى أقصى اليسار، ممتاز للنصر عند القحطاني، القحطاني عرضية لريان بلال. هل يعود مع الدقائق العشرين المتبقية بالمباراة؟ فيجارو يلعب كرة ساقطة. الله! 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 الساوي، هو الساوي اللي بيونغ يو يضغط، الريان بلال يضغط، يستخلص كرة، ريان ضرب الجزاء، ما فيش كلام، ما فيش كلام يا والتر، يا زينجر طلياني، يا ابن الطليان، يا ابن الطليان، يا ثابت في المكان. الفرصة ليحقق أمنية وتقدم، ماذا رأيك يا الشرحيلي؟ فرصة كبيرة، عبد الرحمن القحطاني من يلعب أول ديربي وقال سأفوز، مع التمتمة للدعوات بسر الفاتحة للانطلاقات، يدعو الحارس عبد الله، والكورة من عبد الرحمن، والواحد صفر يا نصر، واحد صفر النصراوية عن طريق في المباراة أجراه فريق النصر. هنا عالي أمامية، يسدد كرة حلوة، والعنزي أحلى يتصدى في الأولى وبالثانية حصلها. ونجران، هناك الخبر يأتي من نجران، رباعية، وهنا محاولة نصراوية، جول 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 جول. والتعاون، محمد الراشد حاضر ويوسف السالم من الاتفاق، والانطلاقة للنصر، محاولة تهديفية، بلال والثاني، يضرب بقوة العالمي ويأتي بالثاني. السلام حاضر أمامنا، وحسين عبد الغني، كرة في الأمام داخل منطقة الجزاء، بلال، يا سلام، يا سلام، يا ريان، يا بلال. رمية تماس ملعوبة داخل منطقة الجزاء، كرة رأسية، ياتي الرابع، ياتي الرابع. قروة الأرجنتيني، هل يضعها في الشباك؟ نظرة أولى ومعانقة، نعم، رد علينا كأنه واضع مايك الجزيرة الرياضية ويسمعنا، هل يرد علينا؟ نعم، أرد عليكم. كمية من المهارات
وقدرة على المرور بشكل عجيب، والكرة النصراوية والهدف بعض الاشتراكات لا يحتسب فيها الاخطاء حتى لا يعطي فيها البطاقات. كره ملعوبه في الامام، ريان ياتي بالاستلام الاول ويحاول امامه باولو جورج، ريان بلال ما يزال يحاول هجمه لصالح النصر، كره على قصف منطقه الجزاء يعدلها الى اوفيدو بكري. اوه اوه هدف ثاني للنصر، هدف ثاني للنصر اوفيدو، لكن الحارس جابر العامري تصدى لهذه الكره وابعد الكره الى الركنيه. تعود الكره مره ثانيه للنصر، راس فانكو، حتى انك تربعت على عرش حراسه مرمى الانترناسيونال الايطالي، وجول عن طريق ريان. ريان روماني يلعب الى جانب ابن البلد رزفان كوشيس، وتصويبه عبد الرحمن القحطاني، عبد الرحمن القحطاني ذلك لنجران على مر سنوات عديده. هذا اللاعب يبقى على دكه البدلاء، وكره خطيره وجول. يلعب كرة إلى رصفان، رصفان إلى سعود حمود إلى الزيلعي، وكرة ممتازة الآن، وكرة هدف ريان بلال يسجل، إذن يسجل الهدف السادس، ستة أهداف لهدف واحد. الدقيقة الحاكم باللحظة المناسبة، كرة قدمت من خالد الزيلعي، يا سلام يا الزيلعي على التمريرة الماضية، وراحت من سعود حمود، وسعود حمود مرر إلى السهلاوي، وثلث الجزاء، وراح تلعب من الروماني، وين راح يلعبها؟ وتلعب، يا سلام، وجول للعالمين.